بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في العراق والوطن العربي والعالم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أيام قليلة وننتظر أن الله سبحانه وتعالى يجعل الفرج فيما يتعلق بمستقبل العراق، وإن كان اليأس داب بنفوس كل عراقي من أقصى إلى أقصى العراق. يعني هذا تشوفون التداعيات والمشاكل والمعاناة على عموم المحافظات من الجنوب إلى المحافظات الغربية، أنه بلشوا يوقعون بالكهرباء بأبراج الكهرباء وينقطع المي والناس فاين حظها بالمخيمات والنزوح والوضع يعني ما يبشر بخير، ويريدون انتخابات والانتخابات جاية. صارت الانتخابات أو ما صارت النتيجة واحدة للأسف، هذا حالنا، لأن هم نفسهم ماكو أحد جانا من برا ولا من المريخ، هم نفسهم اللي دمروا العراق بالفساد وكل وسائل الضيم. ما نقدر نحكي بعد أكثر. المشكلة أنهم إذا نقول عراقيين، لكن العراقي على الأقل عنده وطنية، عنده حس، عنده غيرة، عنده لوطنه، نقول هذا وطني. الوطني يعني يكون حريص على العراق وعلى مقدرات العراق وعلى ثروات العراق وعلى الشعب العراقي، ولا هم للوطن ولا هم أبداً يعني خارج حدود الوطن. وهذه الطامة الكبرى اللي دمرونا بها ودمروا العراق، نرجو الله تبارك وتعالى أن هي للعراق رجال أكفاء مخلصين شرفاء بكل معنى الكلمة، وينقذون هالبلد. وعسى رب العزة أن يجيب لنا مثل سيسي مصر، ويجيب لنا مثل قيس بن سعيد تونس، ولن يردون بتاليها وبسيف على الفاسدين، يقطع رؤوسهم ويخليهم وراء القضبان. هذول الفاسدين اللي وصلوا العراق من 2003 إلى يومنا هذا، وفرج الله قريب. واليقوب والدار شهتاتش وارض بيتش والدار شهتاتش ورض بيت شايز والدار داسك ورض بيت يزعلني ما واللي كان الوقت يزعلني والورض بيت كان الوقت يزعلني. اي والله كان الوقت يزعلني وارض بيج عسى في اخر ابالك بيا ولا حزين عن يا دليل ما زولهم غياب يمي ولي غياب جيبهم الله عن يا دليل ما زولهم غياب. الله الله يا والي يا والي يا والي عن يا دليل الصبر والعون. الله كريم الله يعين. اي والله حالي Thank you.
البوب دور عزاز يمي ولي. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. حقيقة احنا من حرصنا عليكم انتم كشعب لمصلحتكم ان تخبوا الإنسان اللي تشوفون به والهقوة انه يخدمكم. ابن أوادم، ابن حمولة، شريف، إيده 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 ما مدت على المال الحرام، إيده ما مدت على المال العام، يعني متواضع بسيط، مو يجيكم يعني هو من دورات ثلاثة قبل وقصور وعقارات وفلوس وسفر وبره وجواز أحمر، ها، ويجيكم الجكسارة وأنتوا فاين حظكم وبهذا الحال وتعال انتخبوني. ما عنده مخافة الله، مهم بالضيم يأدري تواضع وتعال وقعد بيناتهم قولهم يابا أنا أريد أقدم لكم أخدمكم وكذا، واحد اثنين ثلاثة. مع هذا الله كريم، انتخبوا الإنسان الشريف. احنا ما نقول لكم لا تنتخبوا، لا روح انتخبوا على البيومترية وعلى شلون الطريقة، وعسى أنه تصير رقابة صحيحة على الصناديق ولا صاير انتخابات نزيهة، عسى. هذا نقول عسى، الله كريم. أعزائي المشاهدين، حلقة إن شاء الله متميزة اليوم، ونلتقيكم أسبوعيا في مثل هذا الوقت. رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، شعراء مبدعين سبق وأن كان معنا من صلاح الدين وإلى هنا الفلوجة، الشاعر عبد الرحمن الجبوري أبو ونس، الله محييك. تحيي ودوم عمي أبو معمر. بالبداية طبعا أنا سعيد بهذا الدعوة، وشكرا لك وإلى أخوي المخرج ياسر صبيح أبو بكر، وشكرا إلى جميع كادر قناة الفلوجة. يا وسعيد جدا، والمهلي سعيد جدا بوسط أخوتي الشعراء، وتحياتنا إلى جمهورنا جميعا، وتحياتنا لقناة الفلوجة. حياك الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. أيضا الأخ العزيز ابن التأميم ابن كركوك ابن الحويجة، الأخ الشاعر صالح الجبوري. محيك، بارك الله بك عمنا أبو معمر. أنا أشكرك شكر خاص إليك وإلى الدكتور ياسر صبيح، حياكم الله، ونشكركم على هذه الاستضافة الراقية، وأشكر جميع الكادر كادر قناة الفلوجة الراقي، بارك الله بك. يا أهلا وسهلا، ساعة المباركة. أهلا وسهلا بالشاعر الشاب المبدع وليد البدر. حياك الله عمي أبو معمر. بالبداية نشكركم على هالاستضافة الجميلة، وتاحت الفرصة لنا الظهور ببرنامجك الرائع، وإن شاء الله نكون خفيف الظل عليك وعلى السادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا، الله محييكم، ساعة المباركة. فنان عاصر كثير من الفنانين الكبار والرواد من الجيل الثاني والثالث، الفنان زياد الأصيل. تحياتي لك أستاذ أبو معمر وكل الكادر مال قناة الفلوجة المبدع، والفرقة الموسيقية والشعراء الطيبين. يا أهلا وسهلا، أنا جدا سعيد بكم. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك أكثر. يا هلا يا هلا، اليوم وياك أزل وصهيب إن شاء الله على رأسي، وراح نسمع هاي الأطوار الغنائية الحلوة الغربية والجنوبية، وأنت مبدع يعني. يا أهلا وسهلا بك أكثر أبو معمر. يا مرحبا. أعزائي المشاهدين، حقيقة قصائد كثيرة وحلوة، والأخوان الشعراء لهم باع في مجال توصيل الرسالة من خلال القصيدة. والبداية مع الأخ الشاعر أبو أنس عبد الرحمن الجبوري. عمي العزيز حياك. طبعا أعتذر من الوطن في هذا اللقاء. الله الله. إي والله، لأنه القصيدة حصت الكذابين حيش السامع وحيش الجمهور طبعا، وبالأخص الكذابين البخلة. إي والله. إي والله. إي والله. القصيدة تقول طبعا لو كذاب واحد وما حكى عليه، لا، وذا بخيل واحد وهم ما حكى عليه، لكن كل الصفات المزيانة بس يصير بخيل وكذاب. لا اي والله يستاهل، تناوشوا بالحر يأذي عندك اياه. اي والله. قصيدة تقول: زلم صارت كذب يمشي ويدم، زلم صارت كذب يمشي ويدمهم، متنسية بشهر نيسان أمهم. زلم صارت كذب يمشي ويدمهم، متنسية بشهر نيسان أمهم. سكتت لهم كثير وقلت يتغيرون، بس اليوم قررت أعلن بذمهم.
سكت لهم كثير وقلت يتغيرون، بس اليوم قررت أعلن بذمهم. اي والله ذول اللي يوعدون الناس ويكذبون ما يسون ممتز بشواربهم. اي والله ذول اللي يوعدون الناس ويكذبون ما يسون ممتز بشواربهم. والله مو بس الفقير، مو بس الفقير بوجهه سد وباب يسدون لو ان جاهم ابن امهم. الله اكبر اكساف. ولو ان منهم ضاع الف دينار ضغطهم يصعد وتنهار صحتهم. يا الله الموخوش ويكذب تصير هواي. اي والله الموخوش ويكذب تصير هواي، بس الخوش وسفه يصير من عندهم. اي والله جابوها يوعدون ونصدقون كذابين لكن ما نكذب. آخر فرصة لا ما وفوا بل وعدوه والله القصيدة الجاية عددهم. والله آخر فرصة لا ما وفوا بل وعدوه والله القصيدة الجاية عددهم. أنا شاعر وطق بالقصة ويعرفون من زغري ولي يكذبون ما أحبهم. سمعتهم بإيدي وآني عاتب حيل شاعر من تطخ براسي أفضحهم. عافية أنا الغاثني أنا الغاثني حبلة كذب طولان. والله عليك أنا الغاثني حبلة كذب طولان وعلى هذا الحبل والله لا شرهم. إي والله هسا أنت كسيف بكيفك ومعذور، إيش جابك توعد الناس وتورطهم؟ إيش جابك توعد الناس وتورطهم؟ سلام صح الله لسانك. والله يستاهلون والله يستاهلون. اي والله ما عندها قب شوارب غير الفاينه. عوذة اي والله يكذبون مطوي. والله اي والله قبل فتره اكو حادثه حقيقه على البخيل والردي. ها نعم يقول له رجال يعني عايش بظنك ووضع تعبان مسكين وسامع ان فلان وضع المادي زين وعنده اموال وشركات وايش ومسوي مضيف المصيبه هنا. والله قال اني بلشي عدل حالي هذا اتسلف من هالرجال يعاونني افو كديناته علي. والله نظم له قصيده وراح على هالرجال وصفوا له قالوا له هذا فلان راح عنده لقى بس شايب قاعد بالمضيف لي غاد ايه متشعس على مخده وبيده جقارته. والله قال القصيده قال يا طويل العمر والله انا جايك مبضوع ولكن ابي تسمع الكليمات هذه انا محضره. يقول مارد ما يعني والله قال هذه القصيده على الرجال سواك يا يعني قال اللي يقدر يقول الرجل الحديد سواك يا ناكش وماكو لا صح لسانك لا ابشر لا الله محييك شوي بهناك ضحك اقولك الشاعر تعال هان تعال هان صاح علي الشايب هذا قال له يا ولد شاعر شوف هذاك الزمال الواجف هذاك الحمار والله لو قايل عليه القصيدة على ذاك الحمار لا يزع جلاله وينطيك إياه. زين بس لا تمدح الردي والبخيل. الردي والبخيل ومع السلامة بعد يا طويل العمر. قصيدتك هاي عد شذابين والفاسدين والعياذ بالله ما قصرت بس اوعدك الحلقه الجايه اريدك تعدد اسمائهم اذا ما وفوا ما يوفون وعددهم. ايوه هلا والله وكلام ها اي والله صح الله لسانك. تسلم ابو علي انت سالم. اي اخوي يا صالح الله محييك تحيي وتبقى ولا انت عن ابو معمر. نستمر على الوطن الله الله معاناة الوطن بيت زهيري على الوطن. قول من حب هذا الوطن للمعتبد مبرع ما تبرع من حب هذا الوطن للمعتبد مبرع ومن غير ذكر أبد يا صاحبي مبرع مبرع الله ما زال يمني الوطن للغير أبد مبرع ورسوم هذا الوطن في نص دليلي وطن وطن وبس راسه شامخ يظل وروس الأعادي وطن وطن تدرون إيه متأفكر أبيع هذا الوطن إيه يوم من اشوف الجمل يدخل بخر ربري وهاي ما اسويها والله ولا اصير ولا اصير والله حلوه وجمالك ما اصل وصفه نعم واسمك على لساني الذ من العسل وصفه
وصفه لو دور كل المدائن مروها وصفه ما القى مثلك يا الله. رغم ان دنسوك علاج وحبك الخل بدليلي براكين الله علاج علاج حتى انت مرضت ابو معمر حتى انت مرضت واكتب لي الطبيب علاج إيه؟ اقول له اكتب اسم بغداد بالوصفه الله 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 ونعم العلاج حتى انت مرضت واكتب لي الطبيب علاج اقول له اكتب اسم بغداد بالوصف الله يا بغداد الله 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 والغزل اي والله الناس اذا كان المتغزل الرجل الغزل دائما يكون في انسان لا بأس نعم فاذا كان المتغزل الرجل يتغزل بامراه واذا كانت المتغزل امراه تتغزل برجل نعم لكن اكو بعض الغزل على غير الانسان نعم فانا اليوم اريد اتغزل الله الله خلنا نسمع هي تيجي النتيجه بدجله الله الله نهر دجله استاهل دجله دجة الخير حييت سفحك عن بعدا فحييني الشاعر الكبير محمد مهدي جواهر نعم شاعر العرب الاكبر نعم حييت سفحك عن بعدا فحييني يا دجله الخير يا ام البساتين صار السنين انتظر اللقاء وياك احبك والله احبك وانت تدرين احبك والله احبك ولي يصير يصير رغم بعد المسافه بينك وبيني علي الليل يشهد والنجوم وياه افكر بيك ابد ما غمضت عيني اش ما افكر اريد انساك ارد اهواك اسمك اصبح بدمي وشرايين يا دجل اسمك حلو منطوش وسط الروح انا العطشان من ميتك درويني الله 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 يا دجل اسمك حلو منطوش وسط الروح انا العطشان من ميتك درويني يا هنيال النوارس من عليك تحوم تقضي وياك احلى ايام وسنين على يمناك في بغداد كرخه نار الله وعلى اليسر الرصافه شلون ثنتين يا الله على يمناك في بغداد كرخه نار نعم وعلى اليسر الرصافه شلون ثنتين يا الله وبالموصل على يمناك باب الطوق يا عيني وعلى اليسر النبي يونس بعد عيني الله الله اذا ابزع اجي يمك اريح البال اذا ابزع اجي يمك اريح البال وسولف لك واحس انك تحاكيني حلو وجهك مثل وجه السماء مبروك حلو وجهك مثل وجه السماء مبروك مبروك بيسر الحياه اللي بيه يحييني يحييني اريد بيوم اجيك واقعداني وياك وعلى كيفي اسولف لك وسمعيني اسولف لك زهيري مصوبع وموزون الله زهيري معطر باحلى الرياحين نعم هيمنا حبك الله يا ام العرب هيمنا هيمنا وهيمنا تنمد عليك بجور هيمنا 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 كل من لف معاديك اي والله هيمنا ويا ما بصدر ورصاص ونار والجنه ونعم والجنه صوتك يصيح بحزن والجنه لو خيروني انا ببغداد والجنه يمكنني اصفر لان بغداد هي يمنى لو خيروني انا ببغداد والجنه يمكنني اصفر لان بغداد هي يمنى وسولف لك قصيد من النبط منظوم من جزل القوافي وخطه يميني اسمك يا دجله داخل الروح مشتول والله دايم في منامي يجيني والله منك هالعقل صايب ذهول وانت العليته كلها هفتي وحنين واسولف لك عتاب عتاب مال الاحباب نعم وسر عاشق يظل ما بينك وبيني علي دايم وقت نظام دجله دجله علي دايم وقت نظام دجله ويحزني روح مني عاد دجله يا طارش ليه وصلت قبال دجله امانه تجيب من عندها شراب أمانة تجيب من عدها شراب يا طارش ليه وصلت قبال دجلة أمانة تجيب من عدها شراب وسولف لي الشعر شعبي يرد الروح شعر يستاهلك وانت تهميني وحط ايدي على جرفك وسير بليل وحط ايدي على جرفك وسير بليل وظل امشي معاك وانت قوديني ونظل برضا العراق نسير انا وياك وعلى شط العرب ليه قاعد وديني الله 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 ونظل برضا العراق نسير انا وياك وعلى شط العرب ليه قاعد وديني اي والله سلامتك الله الله ان خيروك بدجله وبغداد ها
لحبك بغداد تدخل الجنة. لا. لأن أنت عربي أصيل. الله يبارك فيك. بغداد هاي بلد الرشيد والمنصور. لا. حب الوطن من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت أحسنت. بارك الله بك. صح الله لسانك. صح بدنك أم عمر. أي أيوة والله. عافية والله. حبيث. أخوي وليد الله محييك. حياك الله عمر أم عمر. ما نطلع من الموضوع. الله الله. قصيدة هي تعبر عن نفسها. تقول تلوث من فعايلهم ترى الجو. اي والله تلوث من فعايلهم ترى الجو على كتفي وكتف غيري ترى الجو ترى الجو امس جون العند بابي ترى الجو من نجحه ولا فكروا بي شوفوا شلون لذلك حط الصح مكان الصح نعم هيك تصير تاتنجح نعم حط الصح مكان الصح هيك تصير تاتنجح رشح الزود والبي خير تاني وياك ما ننزح الله الله رشح الزود والبي خير تاني وياك ما ننزح نعم رشح لينتخب الضيج الله الله شرط ما يفزع مسلح يفزع باللي يرضى الله خير الناس من أصلح من أصلح يفزع باللي يرضى الله نعم خير الناس من أصلح وخبر النايم ومرتاح جايب يا وجه رشح خبر النايم ومرتاح جايب يا وجه رشح قل له اليوم 5 سنين ما شفنا طلع صرح لا قل له القعدوك هناك ولدهم ليش تذبح قل له الحرة واخت رجال ببيوت الخلق تمسح يا حيل خلفتها 7 بنوات والدهن شهيد أصبح الله أكبر والدهن مشى على الموت أبد ما فكر بمرضه لا قال الله أكبر ليش موطننا غدا المسح ليش الدول مرتاحات بس عراق من جرح بس عراق من جرح هذا الحق نفخر نعم هذا اللوم دحتمح نعم اذا حكي غلط يا ناس دلون الغلط تمسح واذا مو غلط متفقين حط الصح مكان الصح وين ومن حط الصح مكان الصح الله سلامتكم صح الله لسانك ومن يحط الصح مكان الصح والله نقول ان شاء الله فازل اذا كلها ديون إذا كلهم عملاء إذا كلهم خونة والله يعين حسبنا الله ونعم الوكيل صح الله لسانك ما قصر جيت نسمع العتابة أخوي تبشر العتابة وسوى حلوياها حزني
مشي ثاب حزني دترد وزيدك نيل يما يا ولي يا دوم وزيدك نيل لا 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 شثاب حزني حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نتواصل معكم بما تبقى من الوقت في هذه الحلقة من برنامج مضيف أهلنا الوجدانيات، والأخ عبد الرحمن الجبوري من أبرز الشعراء اللي حقيقة يضمننا في مفرداته بعض المسائل، ومن ضمنها سموه شاعر الخيانة. الخيانة ما يريدها، مو حلوة، ولذلك جسدها بعدة قصائد. وما أدري شلون إيش عنده اليوم من الوجدانيات أبو ونس. حاضرين عمي. تسلم والله. قصيدة جديدة وجدانية. الله الله. مشكلة القلوب تموت من تنعاف. أكيد. مشكلة القلوب تموت من تنعاف، وعشت كل عمري خايف لا أفارقكم. الله. مشكلة القلوب تموت من تنعاف، وعشت كل عمري خايف لا أفارقكم. وشققت الرسائل والصور والثوب لمن شفت واحد غير قايدكم، وطويت الصفحة والحب دست وتعافيت، طويت الصفحة والحب دست وتعافيت، بس حنيت من طبيت شارعكم. الله. طويت الصفحة والحب دست وتعافيت، بس حنيت من طبيت شارعكم. فرق بالعمر صح، بس بالمشاعر جيل. الله. أعرف عاشقيني وآني عاشقكم. يا لطيف. فرق بالعمر صح، بس بالمشاعر جيل.
أعرف عاشقيني وأنا عاشقكم، إش بدر مني إش بدر مني يا ولو وحدة قد ظليل، إش بدر مني يا ولو ووحدة قد ظليل، جبنا عمارنا تغثوني وأعذركم، بس هو العشق نقطة ضعف بالناس، بس هو العشق نقطة ضعف بالناس، يجيكم يوم وتجربونه ويذلكم، المرض والجلطة والهم والقهر والنوح والحسرات كلهن ذن من عدكم. اي والله المرض والجلطة والهم والقهر والنوح والحسرات كلهن ذن من عدكم، بس هو عشق نقطة ضعف بالناس، يجيكم يوم وتجربونه ويذلكم، يجيكم يوم وتعرفوني غالي هواي، وكل ما ابتعد عنكم ارخصكم بنفسي تراجعت، لو شغله مال عناد وحق شاكو رسالة مهملة توصلكم. اي والله بنفسي تراجعت، لو شغله مال عناد وحق شاكو رسالة مهملة توصلكم، وحق كل يل مر ما حاكي بي وياك، يجي يوم واشوف فراقي يوجعكم. الله بس ما تسوى بيناتنا ممنوع، لا تتعبوني حتى بسرعه فارقكم، تقاليد العشيره والاهل والناس وين نروح منهن، غصب اترككم اكيد. انا شفت الحزن ما شفت اي افراح، ومن الذاكره قررت امسحكم. الله ومن الذاكره يا ريت امسحكم. سلام جميل. شوف 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 رجع شقد حبي اناتهم وشقد متألم، ها ومعصور قلبه وميت، لكن رجع تقاليد العشيره والشرف والمروءه والنخوه ما يقبل، خاف يصير مثله بعليه. احسنت، صح الله لسانك. احسن الله عليك. اي والله يا اخوي ولا هنت اخوي صالح، انا عرفت جانا الاخ وضاح وسمعنا طريقة جديدة لنظم الزهيري. نعم. بطريقة جديدة، وحسب ما عرفت أنه البادي حضرتك. نعم. قبل الأخ وضاح. نعم. نقدر نتعرف على هذا الزهيري وشون نظمته وشون هو معناه؟ نقدر وتسمع إن شاء الله. تسلم الله. والله هي جت فكرة يعني عن ايه؟ معمر، فأني كتبت هذا الزهيري بدون سابق انذار هيك جايين ايه؟ كيف، فأخوي وضاح أخوي الصغير. نعم. كتب بعدي هذا النظم. أزهيري أقول الدنيا دايم مع الزينين تجفلهم، الدنيا دايم مع الزينين تجفلهم، والدنيا دايم مع الشينين تجفلهم. طيب. والدنيا دايم مع الزينين تجفلهم، والدنيا دايم مع الشينين تقبلهم، والدنيا دايم مع الزينين تقبلهم، والدنيا دايم مع الشينين تقبلهم، والدنيا دايم مع الزينين تجفلهم. أصار زين. أصار. تشوف هذني شنو؟ هالصفطتن هذني الحلوات شو قل لي إياهن واحدة واحدة. واحدة واحدة تفشل. إيه إيه. البيت الأول. إيه. الدنيا دايم مع الزينين تجفلهم. تطويهم. 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 طيب. والدنيا دايم مع الشينين تجفلهم. تجفلهم. تجفل هم. تجفل هم. نعم. والدنيا دايم مع الزينين تجفلهم. تجفلهم. الله الله. والدنيا دايم مع الشينين تقبلهم. تقبلهم. نعم. والدنيا دايم مع الزينين تقبل هم. تقبل هم. والدنيا دايم مع الشينين تقبلهم. الله. تجابلهم. نعم. والدنيا دايم مع الزينين تجفلهم. تجفلهم. تجفيهم يعني؟ تجفيهم. الله الله تسلم، صح لسان. طيب أنا أفضل تسميه زهيري سبع قفول. سبع قفول لأن كل اللي بين انقفل كل شطر بيه. صح لسانك. أما قصيدة نبطية. نعم. القصيدة وصية. نعم. وهي تسمعونها وهي الله تفصل نفسها. فقول الطير لو طار بسماه وعل، الطير لو طار بسماه وعل، يحسب الناس صغار ما ترقل، هي بالحقيقة الجانبه ما تصعد، ينزل عليها ثم تصيب الذل. الله الله. الطير لو طار بسماه وعل. نعم. يحسب الناس صغار ما ترقل، هي بالحقيقة الجانبه ما تصعد، ينزل عليها ثم تصيب الذل. أوصيك
واسمع يا خوي وصاتي، وهذا الكلام اياك لا تجهله، أدي الفرائض والسنن أديهن، واللي تركهن هالطريق يظله، واشهد بأن الله ما له ثاني سبحانه، وسيد الرسل طه حبيبه وخله عليه الصلاة والسلام، وأدى الصلاوات الفرض خمسة في وقت لا تدع فيهن زل. الله الله. أدى الصلاوات الفرض خمستهن في وقته لا تدح فيهن زلة. وصوم الشهر أياك تفطر عنده. ما عادلت لو صمت دهرك كله. الله الله. وموالك اللي تستحق زكيها وأياك تأخير الزكاة بيخلة. وموالك اللي تستحق زكيها أياك تأخير الزكاة بيخلة. والبيت حجة لو قدرت تحجة، بيت الله هو هنيال من يوصله. والوالدين اياك تزعل واحد وصاك ربك في جناح الذله. الله الله. والوالدين اياك تزعل واحد وصاك ربك في جناح الذله، واياك ثم اياك تاذي جوارك للجار حق كل الخلق تندله. واياك ثم اياك تاذي جوارك للجار حق كل الخلق تندله، وعيالك لهم حد عليك انطيهم حسن اعطاهم، والغريب احسن له، وأياك لا تأكل حقوق الزوجة ذن القوارير بهجرها خل. والله صحيح. أياك لا تأكل حقوق الزوجة ذن القوارير بهجرهن خلة. خلة. وصلة الرحم أياك لا تقطعها. نعم. إلها مكان وبالعرش محتلة. الله الله. ولو صار وياك الوقت لا تشمخ تصبح رجل منبوذ بين الملة. كان. ولو صار وياك الوقت لا تشمخ تصبح رجل منبوذ بين الملة. ولا تقرب أموال اليتيم بنوبة، ومن كيفك المال الحرام تحله، ولو صاحبت صاحب صحيب صاحب نخوة وكرامة وشيمة تبرله، وخلك بشوش ودائما متفاعل، خلك بشوش ودائما متفاعل، وليتق الله ربك يسهل له إن شاء الله. واختم قصيدي وارتجي من الله، الله الله. انها تنول اعجاب من توصل له، ثم صلاتي على النبي الهادي طه النبي المبعوث خير المله، ثم صلاتي على النبي الهادي طه النبي المبعوث خير المله. سلام الصلاه والسلام. صح الله لسانك، احسنت، نعم النصيحه، حفدنك، ما قصرت والله. الله يبارك في عمرك يا اخوي وليد البدر. حياك الله عمير محمد. والله موضوع قصيده. الله الله. هي تقول: شكيت همي للذي يسمع الهم، شكيت همي للذي يسمع الهم، يا الله يا عالي تزيل همومي، همومي او تجمعني في بيت مع اخو الله الارتم اللي احرمني من حلقه النوم. الله الله. قصتي معاها مثل زلفا وديسم، ليل الزفاف وجاسهم مسمومي، ورداء قتيلا لا صرخ لا تكلم، الله، لكني صيحت الفزع يا قوم، يا الله. لوم لابن عمها للخطوبة تقدم، والله أحس إني علقت بهدومي، الله يعينك. وهي بحرتني بعين كنا مترجم جاني وهمسلي وقال لي مظلومة، مظلومة إي والله أدري، لكن إش بيدي على العم واقف بدربك انحقل ملغوم، ولا نعلم دارا إذا داهم أسلم، ولا هو اسكندر تعدمه ملزوم، يا الله. فكرت في حل وظن هيك ارهب، نعم. كريت بندق وبها ناظور زوم، وحشيتها برصاص من نوع دمدم، وعجلتها يا بنت الاجواد قومي عينك عليا، والهدف كود محكم، وسط الظهر تلف الرصاص الزوم، والبس ثياب مشابهات وتلثم، وسرب الخبر لاخوتي وعمومي بعرف العشاير طعن الظهور لضغم، وهيك ابن عمك ينسجن متهومي، واكيد نطق المحكمه تقول يعدم، ووصيك سرنا للابد مكتومي، ووصيك لا تحزن عليا وتندم، شلفود حيين بالحياه مذموم، ظن هيك اوجه ناسي لي الترحم، وتقرا علي الفاتحه كل يومي، واكتب على قبري من الاشعار بالدم شعر ملمع لو قرأ مفهومي، مات قتيلا في الهواء متيم، مرحوم يا ابو الفجه المرحومي، مرحوم يا ابو الفجه المرحومي. سلامتكم. الله الله. تسلم تسلم، لان ما يقدر يعيش ويشوفه بعينه اللي ارادته، يقول لك اموت احسن، قطع مو جري خلص منه خلاص. والله انا مثل هيك قصه، انا اشوف كل يصلح سياره. الدحاميل الدحاميل.
تسلم الله. صح لسانك. عيش يا اخوي. الاصيل حبيبي انت شو ناخذ؟ باللي عجبك قول. يعني شو نسمع؟ قلنا ناخذ ها النايل الحويجه. اي نايل الحويجه. الحويجه والله وصلنا و... سحاب المطر يا ويما يا يا ويما يا عن على احباب يا عن على احباب لعن على احباب دمع سحاب المطر يا ميمة يا يا ميمة عن وانت عناكم عن وانت عناكم بليل شرج وشمالي شرج وشمالي عن وانت عناكم وعليها القلب ما يصطبر يا ميمة يا يا ميمة القلب ما يصبر يا يما يا ولي من جيت لديارهم من جيت لديارهم المناصب سوء يما يا ولي من جيت لديارهم لأن المناصب سوء ولا تشتفي أحد يا مهم يا يا مهم الزمان يعود ومن جيت لديارهم يا يما يا ولي حيا الله الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم. ما تبقى من الوقت ومسك الختام إن شاء الله نسمع من الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم
والبداية مع الأخ العزيز الشاعر عبد الرحمن الجبوري أبو أنس، أحد الأخوان ما وضع الصحي تعبان طبعا ورجل طيب يستحق أنه إي والله يستحق، ندعي له بالشفاء العاجل إن شاء الله. الشفاء العاجل طبعا من خلال برنامجكم عمي العزيز. أهدي تحياتي للأخ الأستاذ قحطان الشعلان أبو سرحان، ونشكره مستمر على مواقفه المشرفة وكرمه ووقفاته مع هن النازحين في أربيل وفي كل المناطق. استاهل الرجل الطيب، ونهدي له ما عليك زود، ونهدي له هالمقطوعة تقول زلمة حوك وإذا يوعد وعد يوفي. ونعم زلمة حوك وإذا يوعد وعد يوفي، يا لو شتال مرجايع ترى يغديه. والله وثلاثين أخو هد لو كريم ولو نخيت بيوم يدق صدره وقبل لا ترمش يسويه، صياني بسع خلقه يقف على الباب وأي إنسان عابر يركض يناديه، مو بس القرايب تحلف بقحطان، إكراد وتركمان وشبك تحلف بيه، ما يستاهل المربيه لا والله، بس أزمة ونقول إن شاء الله تعديه. إن شاء الله من عمر على عمره ومن قلب ولسان، من عمر على عمره ومن قلب ولسان، واللي يخاف الكريم الله قبل يشفيه. إن شاء الله أنا ما بيدي شي لكن يا أبو سرحان، أنا ما بيدي شي لكن يا أبو سرحان، الدعاء الغيره كله تقوم تاندعيه، الدعاء الغيره كله تقوم تاندعيه. يا رب الصحة والسلامة إن شاء الله ويقوم بالسلامة، وهذا الرجل بهذه الصفات يستاهل العمر الطويل إن شاء الله والصحة والشفاء. أي نعم أي والله. أي نسمع عندك للدار عتابة؟ أي والله. أي حاضر. على ديار الوقت بالضيم شايات شايات على ديار الوقت بالضيم شايات، ومو شي خلى وسط الروح شايات شايات، اشتهيت بكاس يا دار شايات شايات، وقبل لا اموت بالهول قعده. الله الله، وقبل لا اموت بالهول قعده. وهلي هلي هلي ما ظل حدب الناس ما ظل. الله الله الله. هلي ما ظل حدب الناس ما ظل، علي فيهم ودرب العدل ما ظل. الله الله العدل. هلي ما ظل حدب الناس ما ظل، علي فيهم ودرب العدل ما ظل. هلي هلي اشجاكم اشوب الدار، هلي اشجاكم اشوب الدار ما ظل، فرح لا لم لا منكم حده. الله فرح لا لم لا منكم حده. الله يجمعهم ان شاء الله بالفرح والمسرة. صح الله لسانك، تسلم. ما رد ناخذ الوقت، ما قصرت فيه والله. اخوي صالح ناخذ بيتين زهيري وبيتين عتابة. اي قبل البيتين زهيري والعتابة نقول لك تحيات اهل الحويجة عموما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلمون عليك شيب وشباب. الله يسلمهم ويحفظهم. وتحية إلى رابطة شعراء الحويجة. نعم. والأستاذ غضبان التميمي والأستاذ رئيس رابطة شعراء الحويجة صبار البجاري. وتحياتنا له. يسلمون عليك جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهيري عتابة. زهيري نبدي. نبدي بزهيري. زهيري ما خلى قصر زمان يا خلق كفة. كف ووف. الله الله الله. ما خلى قصر زمان يا خلق كف كف، كل ما نويت النهوض ولاحن بكف. الله الله الله. دمع من اجلك همل ما من حدا كف وغصن زرعوني ولا يمي وشالت مي. الله الله الله. وارجاك كف الملامه والحجي يمي يمي، والله يوم انضعنهم فات من يمي ايه شبيت طولي ورعت تزيج للكف. والله حد اي والله، والله يوم انضعنهم فات من يمي اويلي شبيت طولي ورعت تزيج للكف. ما هو يهين الافرع ايه، ويوم شفتها محشومه ولابستني حجاب ايه قلت لها ريدك ولا ظل حاجز الوحجاب ايه، يوم شفتها محشومه ولابستني حجاب قلت لها ريدك ولا ظل حاجز الوحجاب، سبحان ربك من الحور الملامح جاب
وهالحزن موجود بس بحوره وبعينه. الله الله. وقلب العشق هي عالم الله لي يعين. الله يعين. كل من لمح يا ناس وشافها بعينه. إيه. أبو معمر اللي يتخبل وعلى السادة نحط الحجاب. والله يا بادي يقول يا اجربنا وتخبلنا مثل كل من لمحها يا ناس وشافها بعينه. إيه؟ اللي يتخبل وعلى السادة نحط الحجاب. والله حب وعتاب. إيه؟ يا بوب الدار ما عندك خبرهم. إيه؟ سؤال سؤال. إيه؟ يا بوب الدار ما عندك خبرهم علامك دائما عندك خبر هم خبر هم قلبي من زغر سنه. ايه خبرهم كرام الضيف بسنين الغلا والله وثلاثين نعم. ايه وهلي كفو. يا ما طلايب سددوها وكفو والله كفو كالطيب. هلي يا ما طلايب ايه سددوها وتفقهم على معادي. اي والله سددوها ايه هلي بيبانهم ما سددوها تنادي بصوت للمجمل هلا يبو وكفو. هلي بيبانهم ما سددوها تنادي بصوت للمجمل هلا. ونعم النخوت هلدوا من العراقيين جميعا. نعم حالك ما عليك زول. اي والله تسلم. الله يبارك بارك لي. الله فيك يا اخو تسلم. وليد الزهيري الله الله يقول دنيانا بالخير ما تنبي نبت تنبني. نعم دنيانا بالخير ما تنبي نبت تنبني ولو التوزن يا صاح من الحزن تنبني. الله 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 شنا شوامخ ايه هسه بواسطه تنبني ومو حق هالجروح اللي هسه ينز منها دم. والله تنز ولا طيب وما اعرف وقت اشترك لي من الربع منه دم برجعتنا يشفى جرح بيته هل المنهدم لكن جروح الفقد ناس وهل تنبني. ابد ولا تنبني صح ابدنك ومشتاق أيوة. للدار نعم والديوان هو لبنة هو الحوش هو حيطان هو مدود هو لبنة الله يا الدار. ايه 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 لو بس يعود الزمن يا لامتي ايه لبنة هو ازرع بظلها حديقة ورد تجوري. الله وتعود لها فرحة الأهل والجاري اي من عفتها الدمع في كل وقت جاري وانتي عليها عنين الفائدة لبنة. والله حق والله الحق يستاهل الدار. والعتابة تقول ايه؟ الوقت سكين حاد وجار حيد جار حيدي. الوقت سكين حاد وجار حيد بنفسها للمسر جار. الله 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 حيدي حسافه ابن الرديه جار حيد الوليده تنتخي بيها نخوى. ابوه يا ابوه يا ابوه شلون زماني زماني ايه العفو. الوقت سكين حاد وجار حيد ايه بنفسها للمسر جار حيدي حسافة ابن الردية جار. اي والله حيد الوليدة تنتخي بيها الكون. يا حيد اي والله وزماني من وعيت وشار. نعم بيدو علي من السعادة شار. يا الله بيدو بيدوه ايه من يوم فقدنا الشار بيدو وعرب لوحاء ميعاد اللقاء. وهنا المصيبة صح الله أجزانك يا معول. وشتفنا الزمان ومر محنا رمضان ومصايب. مرمحنا مرمحنا الليالي سود جنة مرمحنا وزدتنا بربع واد الخراب. اي أيوة والله مع الاسم والله كريم تعود تعود الليالي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سهله سهله الله كريم فرج الله قريب. تسلم صح لسانك صح بدنك يا اخو الاصيل حبيبي. يا الله اشتغل لنا صبع يعني يصب دمعي علي من يصب دمعي ما سلوني وعلى اللي بلي منازايا ما سلوني تعال وشوف حالي تعال وشوف حالي حال
سلوني ترى هجر ودموع وصاعت بيا من سمح وني الدارس من سمح وني الدارس من سمح وني وحالي اجت بالوصل وانا نهاي اجت جات بالوصل وانا نهاي وحالي وشفيد الوصل من تدنا على المنيا يا يا أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا، غاية السعادة والسرور، وسرورنا حقيقة بوجود الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم. لهم الشكر الأخ الشاعر عبد الرحمن الجبوري، والأخ الشاعر صالح الجبوري، والأخ الشاعر وليد البدر، والفنان زيد الأصيل وأزل وصهيب، أيضا فريق العمل المصورين سيف العبيدي ويحيى الميزان وعلي باسل، التنسيق والعلاقات صدام السحل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، البث والاستوديو الأخ خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج الدكتور ياسر صبيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.